أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الساعة. أجهض قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإيقاف إجراءات مشروع قانون الأمن الغذائي مسعى سياسيا كان يراد منه منح فسحة للمناورة لإطالة أمد الانسداد السياسي الذي يشهده العراق منذ أشهر، وتسبب بتعطيل العملية السياسية وإجراءات تشكيل الحكومة الجديدة. وقررت المحكمة الاتحادية بجلستها التي عقدت يوم الأحد إلغاء مشروع قانون الأمن الغذائي الذي أثار جدلا سياسيا وشعبيا واسعا، وذلك بعد الدعوى القضائية التي قدمها النائب باسم خشان لكي يفتح الباب أمام سيناريوهات سياسية جديدة لا تعرف مداها. إذن مشاهدينا، سنناقش مع ضيوفنا الأكارم أبعاد هذا الموضوع خلال هذه التغطية بعد متابعة هذا التقرير. مطرقة المحكمة الاتحادية تطيح بآفة الفساد وهدر المال العام بعد رفعها الكارت الأحمر ضد المساعي البرلمانية التي أرادت تمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي الذي يحتوي على فقرات ملغمة تهدد الاقتصاد العراقي بحسب نواب ومتخصصين. فالقرار ببطلان هذا المشروع جاء كهدف في الدقائق الأخيرة ضد صفقة لسرقة محققة لفائض الأموال الناتجة عن تصدير النفط، فضلا عن تجاوزه على الصلاحيات الممنوحة لحكومة تسيير الأعمال اليومية التي تجاوزت هذا المبدأ وذهبت لاقتراح وتقديم مشاريع قوانين. فالحكم القضائي الباتو أوقف هدر مبالغ مالية تقدر بثلاثين مليار دينار تحت مسميات إعادة إعمار المناطق المحررة ومنح الهبات والقروض دون وجود آلية واضحة لصرفها، فضلا عن حديث نواب أن مشروع القانون قدم كبديل عن الموازنة الاتحادية، فالقانون في غير محله وكأنه موازنة بثوب جديد. فهذا المشروع الذي جاءت به حكومة تصريف الأعمال متجاوزة صلاحياتها المثبتة وبدعم خاص من أطراف التحالف الثلاثي المهيمنة على البرلمان بمعزل عن باقي الكتل السياسية، يعد مدخلا جديدا للفساد. واللافت في الأمر أن تصريحات من القوى المتضررة من قرار المحكمة العليا تطاولت وتجاوزت على القضاء واتهمته بالمسيس والخادم لمصالح بعينها. إذن من جديد، المحكمة الاتحادية تضبط إيقاع العمليات السياسية وتلغي أكبر مشروع للفساد. فهذا القرار كان زر الأمان لحماية الثروات وعدم السماح بالعبث بمقدرات الشعب العراقي، فصيغته ضاعفت التساؤلات عن فحوى القانون. أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى هذه الساعة والتي تحمل عنوان المحكمة الاتحادية تسقط آخر الرهانات وتجهض حلم الصلاحيات. تعرف لضيفي في هذه الساعة الدكتور علاء القصير الخبير الاقتصادي. مرحبا بك دكتور. السلام. أيضا معنا أستاذ حيدر عرب الموسوي رئيس مركز القمة للدراسات. مرحبا بك أستاذ حيدر. دعني أبدأ مع دكتور علاء. دكتور علاء، يعني من المنطقي أن توضع التنمية في قانون الطوارئ، خصوصا أن التنمية هي أمر استراتيجي ولا بد من التخطيط له. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لحضرتك وتحية للأستاذ حيدر. يعني أنا أعتقد، خلي يكون كلامنا بشكل صريح و يعني بنقاط علمية وبنقاط يعني واجبة القول. المحكمة الاتحادية في قرارها الأخير هي كانت يعني صائبة في يعني في اتخاذ مثل هكذا قرار اعتمادا على عدة نقاط، لكن من الناحية الاقتصادية ومن الناحية المالية لوضع اقتصادي متدهور داخل العراق، يعني كانت هناك فقرتين مهمة. الفقرة الأولى أنه المبلغ الذي خصص من الموازنة اللي هو حوالي ثلث الموازنة بحدود 25 إلى 30 مليار دولار، هو كان رقم يعني غير متوقع. يعني إذا أخذنا بنظر الاعتبار العملية الحسابية العلمية لحاجة البلد من الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بالأمن الغذائي بشكل عام. والفقرة الثانية كانت هي صائبة بأنه مسألة الحكومة
هي حكومة تصريف أعمال، وبالتالي ليس من صلاحيتها بموجب قرارات أو قوانين داخل الدستور أن تتخذ مثل هكذا قرار. المسألة الجانب يعني جانب سياسي، يعني ما أريد أدخل به بشكل مفصل، لكن يعني ما أثير بالفترة الأخيرة فيما يتعلق بمسألة الأمن الغذائي، مسألة قرار المحكمة الاتحادية أنه كان قرار يمس جهة معينة أو يمس أحزاب معينة، لا أعتقد يعني كان هذا الأمر صحيح. طالما مسألة الأمن اليوم إذا أخذناها بنظر الاعتبار أنه مع كل ما يثار في العالم وليس في العراق، يعني اليوم العالم يعتبر العراق يعني واحد من 5 أو 6 دول في العالم سيكون التأثير السلبي فيما يتعلق بالأمن الغذائي ومسألة التصحر وتأثيرات المناخ، وبالتالي مسألة الأمن الغذائي اليوم أصبحت مرتبطة بمسألة الأمن الوطني وحتى الأمن القومي. الحكومة فقط في مسألة يعني تحرير مثل هكذا قانون وإرساله إلى المحكمة الاتحادية وقرار المحكمة الاتحادية، وكأنه يعني كانت في كل يعني مراحلها كانت صائبة، وكانت قراراتها موجبة فيما يتعلق بمسألة الغذاء ومسألة الأمن الغذائي، في حين إذا أخذنا بنظر الاعتبار الحكومة ما كانت قادرة على توفير فقرات معدودة من الحصة التموينية للمواطن. فلا أدري كيف سيتم يعني الحساب أو العملية يعني بهذا الحجم كيف سيتم ترتيبها من قبل هو اقتصادياً الإشكالية وين دكتور علاء؟ يعني بوضع اقتصادي ومالي للبلاد وين الإشكالية؟ الإشكالية أولاً المبالغ يعني هي يعني ما 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 يعني لا يوجد هناك ما يشير إلى مسألة الاكتفاء الذاتي من خلال هذه الموازنة أو من خلال هذا المبلغ الذي تم تخصيصه. يعني فقراته ما كانت فقرات واضحة. أنا أريد أتحدث عن مسألة أمن هو اسم الأمن الغذائي، يعني أقدر أجيب يعني مسألة خلي أسمي الاكتفاء الذاتي في توفير كل حاجات المواطن العراقي يعني من المواد الغذائية، سواء كانت المواد الصلبة واليوم إحنا اللي هي المشكلة الأساسية في القمح والرز وبقية البقوليات، والمسألة الثانية ما يتعلق بالزيوت. لذلك يعني العمليات التي قدمت من خلال هذا القانون أعتقد ما كانت عمليات واضحة، دخلت فيها فقرات تتعلق بسداد ديون المزارعين وقضايا الماء وقضايا التصحر وقضايا، فهذا يعني ترك للأخوة السادة القضاة في المحكمة الاتحادية يعني نوع من أعتقد نوع من الإرباك في مسألة حجم المبالغ المخصصة. يعني ما كانت المبالغ واضحة في يعني عملياتها الحسابية فيما يتعلق بمسألة الشراء. طيب نتحدث عن هذه العمليات الحسابية لاحقا دكتور علاء. تحول إلى أستاذ حيدر الموسوي. سيد حيدر، يعني إيقاف إجراءات مشروع قانون الأمن الغذائي كما يرى دكتور علاء هو يمس جهة سياسية معينة، من أي نواحي ستمس هذه الجهات السياسية؟ وخلي أخذك يعني آخر ما توصلنا من أخبار أنه اللجنة القانونية وسيد الزاملي يتحدث أنه تدارسوا مع اللجنة القانونية قانون الأمن الغذائي وربما سيقدم للبرلمان للتصويت عليه. يعني إيه الإشكالية السياسية وإحنا نتحدث عن أمن غذائي، يعني وين السجالات السياسية بهذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك أخوة زبيد زينب، قناتكم ومشاهديكم ومتابعيكم الكرام دكتور علاء. بطبيعة الحال أنا أعز قضية التنافس السياسي باعتبار هنالك جهة سياسية معينة هي من تبنت هذا القانون وهي من قدمته وناقشته داخل اللجنة المالية، وكذلك هنالك عدد من البنود التي حقيقة إذا ما طلعنا عليها سوف نجدها سوف تصب بمصلحة مجموعة سياسية معينة أو فريق سياسي معين. نحن لا نتحدث مثل ما تفضل الدكتور، لا نتحدث عن المغزى السياسي في هذه القضية، باعتبار إذا ما أردنا أن نتحدث عن الجانب القانوني الحقيقي في هذا الموضوع. طيب هنالك إشكالية تطرح وبقوة، إذ ما كانت هذه الحكومة
والمتمثلة بقوة سياسية قدمت هذا القانون. إذن هو نص قانوني باستطاعة الحكومة الحالية أن ترفع نصوص قانونية إلى مجلس النواب العراقي للتشريع. لماذا الإصرار حقيقة على قانون الأمن الغذائي والذي هو يعتبر جزء بسيط ولا يعتبر شيء متكامل؟ لماذا لا تقدم الموازنة العراقية والتي هي تخضع أيضا لأن احنا أمام أزمة عالمية، أزمة غذائية عالمية، يعني الكل يتحدث عن هذه الأزمة. طيب عالميا، طيب عالميا لماذا لا تضمن وتمرر قضية الموازنة؟ هذا جانب. الجانب الآخر، لماذا نصر على أن يجب أن يكون قانونا وأن الحكومة حكومة تصريف أعمال وهنالك حقيقة من التشريعات بالنظام الداخلي والدستور العراقي يعطي هذه الحكومة إذا ما أرادت أن تتعامل هنالك إجراءات حكومية. سابقا عندما تحدثنا عن قضية رفع قيمة الدولار أمام الدينار العراقي تحدثت جميع القوى السياسية وقالت هذه إجراءات حكومية. إذن هنالك إجراءات حكومية كان باستطاعة الحكومة الحالية ضمن صلاحياتها المعطاة باعتبارها حكومة مستقلة وتصريف أعمال، إذن تستطيع أن تذهب إلى حسب قانون صرف الموارد المالية يعني رقم 13 المادة الأولى عام 2019 يعطيها صلاحيات استخدام السلف أو صلاحيات صرف 1/12. وبالتالي أعتقد أنه قضية الأمن الغذائي هل لها علاقة واضحة بعملية إعمار المناطق المتضررة؟ هل لها علاقة بكثير من الموارد التي نصت عليها هذا القانون وهذا التشريع؟ إذن كان من المفترض أن يكون حتى وأن تحدثنا عن قضية الأمن الغذائي ما هي النصوص حقيقة التي يجب أن نتعامل معها. طيب الصرف 1/12، ما هي الحكومة الحالية استلمت جميع التخصيصات المالية للبطاقة التموينية اللي هي 4,500,000,000 استلمتها وتعاملت معها. ما هو الداعي أن تصرف مرة أخرى داخل هذا القانون 8 مليار دولار مرة أخرى وأيضا يعطى ضمن إطار البطاقة التموينية؟ هنا وصلنا إلى رقم 13. هل الحكومة العراقية الآن استطاعت أن توفي بجميع التزاماتها وتوصل البطاقة التموينية بجميع مفرداتها إلى المواطن العراقي؟ نشاهد هنالك فشلا واضحا. هل تستطيع بخلال 6 أشهر ما عجزت عنه خلال السنوات الماضية؟ هل تستطيع ذلك؟ ما احنا نعرف انه الوقت اللي اعطته بقضية قانون الطوارئ او الامن الغذائي الطارئ بهذه القضية مدة 6 أشهر، هل تستطيع ان تصحح حقيقة ما عجزت عنه خلال السنوات الماضية؟ وبالتالي حقيقة ما قدم الان وما نتحدث عنه يجب ان نفرز ما بين الجانب القانوني والجانب السياسي. الخلط ما بين السياسة والقانون في هذه القضية يدخلنا حقيقة في متاهات عديدة باعتبار أن متطلبات السياسة هي تختلف عن النصوص القانونية. المحكمة الاتحادية عندما يعرض عليها أي بند معين أو أي قانون معين أو أي قضية معينة للنظر بها هي سوف ترجع إلى النصوص القانونية وبالتالي تعطي نصا قانونيا لا تعطي رأيا سياسيا. هو إحدى مبررات المحكمة الاتحادية بأن هذا القانون لازم تقدم الحكومة الحالية والحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال ولا يحق لها أن تقدم قوانين. يعني أساسا المحكمة فلنرجع إلى أصل القانون ماذا يراد من القانون؟ يراد من القانون التأمين الغذائي أو حقيقة معالجة الوضع الغذائي للعراق، تمام؟ وهي هذا أصل القانون. طيب هنالك حقيقة موارد أخرى تستطيع الحكومة العراقية أن تصرف من خلالها وتستطيع أن تؤمن الموارد الغذائية. أولا يجب أن يكون هنالك خزين حقيقة من الحنطة والشعير في مخازن الدولة لستة أشهر قادمة، هذا جانب. واستطاعتها أن تعتمد جانب السلف بالاستيراد في هذه القضية. الجانب الآخر في معالجة حقيقة التصحر هي أيضا إجراءات حكومية أيضا عليها أن تعتمد قضية 1/12 أو السلف لمعالجة هكذا قضايا. لماذا تصر الحكومة السياسية وبعض القوى على أن يكون هنالك قانون؟ أنا أعتقد حسب وجهة نظري في هذا الموضوع أن الحكومة الحالية وفق المعايير الأخرى حقيقة والصرف الموجود والمتاح لديها بنسبة 75% المتعطل بأن تكون حكومة كاملة السيادة، وبالتالي سوف لن نلجأ إلى تشكيل حكومة مرة أخرى ولما سوف نعتمد على الحكومة الحالية هو بتمرير القوانين وتقديم هذه القوانين وإكمال الجانب الاستثماري من الموارد العراقية. المبلغ أيضا المخصص لهذه القضية مبلغ كبير وبالتالي التقسيمات هي تقسيمات غير منطقية لا تصب بمصلحة الأمن الغذائي. إذن
هنالك تداخل واضح ما بين الجانب القانوني والجانب السياسي في هذه القضية. أنا أعتقد يجب أن يكون لدينا رؤية قانونية قبل أن نتحدث ونحاول أن نفرض الرؤية السياسية على الرؤية القانونية، باعتبار نحن نعلم أن القانون هو الجهة الوحيدة الضامنة والحاكمة، وإلا لماذا وضعنا المحكمة هي تسمى بالمحكمة الدستورية؟ هناك من يسميها بالمحكمة الدستورية لأن تضبط حقيقة التشريعات الدستورية والخلل إذا ما حدث من قبل الحكومة أو من قبل الجانب التشريعي. شو التفسير سيد مسألة أنه المحكمة الاتحادية هي يعني أجهضت هذا القرار وأوقفت إجراءات مشروع قانون الأمن الغذائي والبرلمان يذهب إلى التصويت؟ يعني شو نفسر الموضوع؟ الآلية شلون نفهمها؟ شوف، هم البرلمان مو قالوا راح نذهب إلى التصويت. البرلمان هنالك حديث آخر، البرلمان يتحدث وتحدداً اللجنة المالية والنائب الأول يتحدثون أنه سوف يقدمون هم باعتبار آلية اقتراح القوانين باتجاهين. الاتجاه الأول من جانب الحكومة التنفيذية ما كانت من رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء، الجانب الآخر يا أما أن تكون هنالك لجنة مختصة تقدم قانون معين أو يقترح من 10 أعضاء، وبالتالي هنالك طريقين التنفيذي والتشريعي. لكن أيضا في هذه النقطة حتى إذا ما ذهب المجلس التشريعي العراقي، مجلس النواب العراقي لاقتراح هذا القانون، ما أنه النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي أنه يتحدث، وكذلك الدستور العراقي والقوانين العراقية يتحدثون ويقولون أنه من صلاحيات مجلس النواب العراقي أن يشرع جميع التشريعات ما عدا التشريعات التي فيها جنبة مالية، وهذا القانون هو بشكل كامل جنبة مالية واضحة، وبالتالي أيضا النظام الداخلي. وأيضا أنا أعتقد إذا ما لجأت بعض الأطراف إلى المحكمة الاتحادية حتى في إذا ما اضطر بعض الأطراف السياسية أن تقدمه من خلال الجانب التشريعي سوف يكون هنالك تعطيل له بهذه القضية. هذا جانب. الجانب الثاني يجب أن نختار أيضا أسلوب الطرح الحادث. المحكمة الاتحادية لا تعطل، لم تعطل، إنما قدم لها استفسارا وهي ما تحدثت برأي، وبالتالي آراء المحكمة الاتحادية وقرارات المحكمة الاتحادية آراء وقرارات ملزمة للحكومتين التشريعية حقيقة أو التشريعية أو التنفيذية. وبالتالي رأي المحكمة عندما قدم هنالك كان هنالك دعوة من قبل السيد باسم خشان وهنالك استفسارا كان مقدما من 40 نائبا إلى السيد رئيس الجمهورية الذي قدمه إلى المحكمة الاتحادية. نحن ركزنا بجانب قضية أنه الأمن الغذائي أو قانون الأمن الغذائي، لا، رأي المحكمة الاتحادية كان هنالك نقطتين، نقطة الأمن الغذائي وكذلك الإجراءات التي قامت بها الحكومة الحالية من تنصيب ومن عزل ومن كثير من الإجراءات بالمناصب المهمة في الدولة العراقية. تحدثت المحكمة الاتحادية قالت أنه جميع هذه الإجراءات هي إجراءات باطلة وغير قانونية ما قامت بها الحكومة الحالية. هذا ما قدمه من استفسار السيد رئيس الجمهورية للمحكمة الاتحادية. المحكمة الاتحادية علينا أن نعي أنها هي خارج حقيقة الصراعات السياسية. كيف؟ باعتبار أولا المحكمة الاتحادية لا تعطي رأيا دون أن يكون هنالك حقيقة دعوة مقدمة من قبل جهة سياسية أو من قبل مواطنين أو هيئات مستقلة أو حتى منظمات مجتمع مدني إلى المحكمة الاتحادية، أي أن المحكمة الاتحادية لا تتحدث حقيقة من إرادتها الذاتية إن لم تكن هنالك حقيقة دعوة مقدمة من طرف آخر، فهي تنظر بدعاوى مقدمة من أطراف أخرى وتعطي الرأي القانوني وهو ملزم للجهات الأخرى. تمام. دكتور علاء، قبل قليل حضرتك أريد تتحدث عن الجنبة المالية لهذا القانون. أغلب مضامين القانون حسب ما يرى الخبراء هي ما تتناسب مع الأمن الغذائي اللي يوفرونه مبالغ ربما تقدر بأكثر من 35% من الأموال الوفرة المالية، يعني نتيجة ارتفاع أسعار النفط وغيرها اللي هي 25 تريليون دينار. إحنا كجنبة مالية شلون نتعامل مع هذا القانون؟ شلون تفسر لنا إياه؟ مو قلت لك هي يعني مسألة الأمن الغذائي هي مسألة، يعني خلنا نأخذها من جانب يعني الجانب العلمي والجانب الحسابي. أنا عندي 40 مليون مواطن عدد من كوس العراق، وعندي أسعار ثابتة ضمن يعني ضمن بورصة عالمية تتعلق في كل يعني كل المشاكل اللي تحدث الآن، يعني هي مسائل الحنطة والروز والشعير وبقية الأمور الأخرى. هنا العملية يعني من قام بإدراج هذه الأرقام أو هذه المبالغ ما كان عنده تصور ماذا يحدث الآن في العالم. يعني هذه الأمور الغير متوقعة، اليوم أسعار الحنطة تجاوزت 450 دولار للطن الواحد، ويتوقع أنه يصل سعرها إلى 800 إلى 835
دولار للطن خلال الشهر السابع أو الشهر الثامن. والشعير كذلك بكل يعني الأمور الأخرى يعني اللي المواطن بحاجة ماسة لها. الأخوة في مجلس الجهاز التنفيذي أو الجهاز التشريعي تحريرهم مثل هكذا قانون، هل تم حساب يعني المخازن بموجب هذه المبالغ؟ هل هناك مخازن يعني احنا نسميها مخازن ذات مستوى يعني تتحمل مثل هكذا مواد ستصل خلال 6 أشهر القادمة؟ يعني هل العراق يمتلك مثل هكذا مخازن ضمن يعني أنا أسميه القانون الغذائي أو ضمن القانون المعتمد دوليا؟ هذا الشيء ما موجود. هذا تعتبر تحضيرات فنية لكل أكيد يعني أنا اليوم أريد أخصص 35 مليار، 35 مليار يعني اليوم ميزانية 4 أو 5 دول، أنا أخصصها إلى ما يعني مسألة مهمة، وهي أنا خلينا نتحدث فقط عن الأمن الغذائي، يعني كيفية توفير الاكتفاء الذاتي للمواطن بالمواد الغذائية. ما أتحدث عن سلف ولا أتحدث عن طاقة ولا أتحدث عن توفير مبالغ تخص الفضل بأستاذ حيدر يعني المدن المتضررة أو غير ذلك. أنا أتحدث عن مسألة مهمة جدا يعني وهي مسألة الأمن الغذائي، كيفية إيصال المادة الغذائية للمواطن بالسعر الذي يعني يلائم ولا يسمي جيب المواطن. يعني أنت شلون تقدر توفر لي اليوم يعني بطل الزيت واليوم وصل سعر الزيت 4000 أو 3000 دينار؟ فهي هاي المسألة. شو تريد نقول دكتور؟ يعني هي دراسة عشوائية بدون ما تكون هناك دراسة شاملة؟ طبعا دراسات عشوائية 100%، دراسات عشوائية لم يعني لا تعتمد ولا تستند إلى واقع ولا تستند. يعني اليوم العالم أو كل الدراسات والبحوث اللي موجودة من دخلت العراق ضمن 6 دول أنه سيصيبها يعني ستصيب المشاكل المتعلقة بالأمن الغذائي. يعني أخذت الجانب يعني الجانب الأول وهو الفساد اللي موجود المستشري بالعراق، والجانب الثاني هو يعني الفوضى السياسية اليوم اللي يعيشها البلد. وبالتالي هذه الفقرتين يعني مسألة الفساد ومسألة الفوضى السياسية واللي تفضل بها الأستاذ حيدر هي التي ستجرنا أو يعني ستأخذ الجانب الاقتصادي إلى ما لا يحمد عقباه. ليش يعني شو الخطورة على الجانب الاقتصادي؟ اليوم احنا عندنا وفرة مالية باعتبار انه اسعار النفط جاي ترتفع، هذا يأثر على مديونية العراق؟ الوفرة المالية اذا انا كنت غير قادر على ان ابرمجها بالشكل اللي يخليني اصل. اليوم كل العالم وقف تصديره، كل الدول اليوم يعني اخذت بنظر اعتبارها مواطنيها. واقرب دولة اليوم سوريا. سوريا اليوم منعت خلال سنتين القادمة ممنوع تصدير أي مادة غذائية خارج الخطوط. الحمد لله. أنا ما أتحدث عن الدول المنتجة، الدول المنتجة أغلبها أيضا وقفت كل تصديرها للمواد الغذائية. فالعراق يعني من هي الجهة؟ أنا أريد أعرف الجهة مثل ما يريد كل المواطنين العراقيين يعرفون الجهة. الجهات المتهمة اليوم بعض يراها أنها ربما هذا باب من أبواب الفساد المالي والإداري، يعني من أي جهة اليوم ممكن تستغل هذا القانون؟ يعني أنا شفت اللقاء اللي يعني قبل يومين مع الأستاذ بهاء العرجي والأستاذ هيثم الجبوري. يعني هناك مؤشرات وأنا معهم، يعني هناك مؤشرات أنه هناك فساد. لأنه قلت لك العملية ما تم حسابها بشكل علمي وبشكل إحصائي مدروس. يعني ما أخذنا بنظر اعتبار عدد سكان العراق وحاجة العراق. يعني أنا المواطن العراقي يستهلك يوميا من القمح 400 إلى 450 غرام حنطة، يعني كطحين وك يعني خبز وصمون وإلى آخره من المنتجات اللي تعتمد على الصناعات التحويلية من الطحين. فأني من أخذ 400 غرام أو 450 غرام من القمح اللي يحتاجه المواطن أضربها في عدد سكان العراق وأضربها في 360 يوم راح يطلع العراق يحتاج إلى 6 أو إلى 5.5 مليون طن من الحنطة. هل تم أخذ بنظر الاعتبار أنه راح يستوردون هذه الكمية؟ اليوم قلت لك السعر راح يصل إلى 800 أو 700 دولار. فإذا أردت أضرب أني 5 مليون طن واليوم الانتاج الزراعي من الحنطة العراقية سوف لين يصل إلى 2 أو 1.5 مليون طن، وبالتالي أنا أحتاج إلى 3 أو 4 مليون طن
استيراد. فأربعين يعني 4 ملايين طن أضربها في 800 أو 700 دولار للطن الواحد، هذه مبالغ، هذه فقط للقمح. تم. فكيفية توفير ما يحتاج المواطن من مواد أخرى، هنا هي المشكلة. طب أستاذ حيدر، يعني الداعمين هذا القانون يرون بأنه هذا القانون يحقق الأمن الغذائي للعراق ويحد من حالة الفقر، هكذا هم يرون، لو فعلا هذا ساهم بتقديم الخدمة للمواطن وارتقاء الحالة المعيشية للمواطن. الرأي الآخر يتحدث يقول لا، أنا هذا ممكن باب من أبواب الفساد الإداري، إذا ما كان حاضرا هذا القانون بفعل أقرنا هذا ممكن يفتحنا باب من أبواب الفساد المالي والإداري. سيد حيدر، أكو يعني قضايا مماثلة، مشاريع قوانين أقرت بهذه الطريقة بحيث أصبحت هي باب من أبواب الفساد من قبل الأطراف السياسية، استغلتها يعني كتمويل إلها داخل يعني دوائر الدولة. شوفوا، هذا السؤال مالتك باتجاه، الاتجاه الأول، هل هنالك طرف سياسي بعينه حقيقة يعني دعم هذا القانون؟ جميع القوى السياسية أيدت أن يجب أن يكون هنالك قانونا للأمن الغذائي بإطاره العام. لكن أين كان الاختلاف؟ كان الاختلاف ببنود اللي يحتويها قانون الأمن الغذائي الموجود والذي قدم حاليا من قبل الحكومة العراقية. أنا أقول لك، لو كانت حقيقة بنود هذا القانون تتلائم وتراعي كثير من حاجة البلد، وأيضا كان هنالك طرح أنه يجب أن يكون قانون الأمن الغذائي أو المبلغ الذي يقدم من خلال القانون كحد أقصى 11 مليار من 9 إلى 11 مليار، أنه هنالك موافقة ولن يكون هنالك اعتراض من طرف معين. وإحنا قبل قليل تحدثنا وقلنا أنه المحكمة الاتحادية لن تبت برأي إن لم تكن هنالك دعوة مقدمة ولا مرر هذا المشروع. جميع الحقيقة أو أغلب القوانين الموجودة والمطروحة حاليا هي تطرح وتقدم بالتوافق، أي أنه بمعنى يجب أن يكون هنالك مصلحة لجميع الأطراف في القانون المعين، وبالتالي هناك كثير من القوانين حقيقة التي قرأت قراءة أولى وقراءة ثانية ولم يصوت عليها باعتبار أنها لا تخدم طرف معين أو أنها هنالك اعتراضات عليها من أطراف أخرى. مثال ذلك قانون الأحزاب، لحد الآن هنالك تعطيل إليه. قانون النفط والغاز الاتحادي أيضا معطل لحد هذه اللحظة باعتبار هنالك بنود تعترض عليها حكومة إقليم كردستان في هذه القضية. إذن جميع القرارات أو جميع القوانين التي قدمت في مجلس النواب العراقي هي قدمت من خلال التوافق والاتفاق، أي أن هنالك مصلحة لجميع القوى السياسية في هذه القوانين، ولا يقدم قانون إذا ما كانت هنالك مصلحة إلى هذه القوى. وبالتالي أنا أعتقد بنسبة كبيرة جدا أغلب القوانين التي شرعت هي بها حق جنبة أو بها شبهة فساد معينة ومرت هذه القضية. إذن كثير من القوى السياسية التي تحدثت، وخاصة هناك بعض الشخصيات المستقلة التي قالت يجب أن يكون هنالك مراجعة إلى أغلب التشريعات التي صدرت من مجلس النواب العراقي، باعتبار هناك حتى أن هذه التشريعات عندما تصدر وليست بها حقيقة منفعة معينة تعطل. نشاهد كثير من القرارات التي تعطل من قبل رئيس قسم مو إلا مدير طيب عام في هذا الجانب. ما هو المطلوب اليوم؟ المطلوب أنه تعديل بنود هذا القانون باعتبار اليوم من ضروريات مناقشة قانون الأمن الغذائي، اعتبار هذا الموضوع أزمة عالمية، وذكرت حضراتكم أنه حتى بقية الدول بدأت بأخذ احتياطاتها وحتى مصدر موادها الغذائية. إحنا إيش نحتاج اليوم؟ أنا كحكومة عراقية كيف أستطيع أن حقيقة أجنب شعبي وبلدي حقيقة هذه الأزمة التي حقيقة عمت في جميع بلدان العالم؟ لكن بنفس الوقت يجب أن لا حقيقة أخرق القوانين الموجودة. ليش؟ لأن إذا اليوم إحنا مثلا مررنا هذا القانون، إنه الحكومة الحالية قدمت هذا القانون وقعد مجلس النواب العراقي وصوت عليه ومرره، راح شو يصير؟ راح يصير عرف. بكرة الحكومات اللي تنتهي صلاحياتها أو تستقيل راح تبقى تشرع قوانين. إذن إحنا ما التزمنا بالنصوص، لا بالنصوص الدستورية اللي هي حاكمة لإدارة البلد، وكذلك سوف نشرع قاعدة. شلون هسه احنا في مشكلة قضية انه رئيس الوزراء كردي ورئيس الحكومة شيعي؟ هذا العروف، هذه خطورة القوانين بهذه الشاكلة، هذا العروف مشكلة. اذا قبل قليل قلت لك اكو اجراءات
موجودة ومتاحة لدى الحكومة العراقية تستطيع أن تتبناها وتستطيع أن تحل مشكلة الأمن الغذائي بدون إقرار قانون؟ ما تحتاج نهائيا هذا القانون. ليش؟ هنالك إجراءات، هنالك صلاحيات للحكومة وهي بهذا الظرف وبهذه الحالة تستطيع. يعني أكو شيء مانع أنه الحكومة العراقية تستورد مثل ما تفضل اسمه الدكتور علاء، أن تستورد 3 مليون طن من القمح لسد النقص الغذائي الموجود؟ أكو مشكلة مثل للحكومة العراقية أن تذهب لاستيراد بعض المواد الأساسية في مائدة العراقية؟ ماكو موانع قانونية بهذه القضية. لماذا تصر الحكومة العراقية وبعض الأطراف على تشريع قانون؟ ما احنا تشريع القانون إذن نترك المسألة للجهات المختصة في معالجة الموضوع. طيب أحسنت، هذا واحد نقطة جدا مهمة. أولا نحن كجمهور عراقي كقاعدة جماهيرية عراقية يجب أن تكون هنالك شفافية في الطرح من جميع الأطراف. أي معنى أنه كحكومة عراقية وقدمت هذا القانون يجب أن تظهر إلى المواطن العراقي وتتحدث بالبنود الدقيقة. تمام. يعني لا تجي وتقول يابا أنه المعترضين والمحكمة الاتحادية عطلت هذا القانون وعطلت تعيينات، وهو ما بي تعيينات القانون، وبالتالي أنت تتحدث بمشاعر المواطن العراقي لا تتحدث بالنصوص. يعني مثال آخر من ضمن هذا القانون، يعني احنا نعرف انه اقليم كردستان لديه حصه بالموازنه العراقيه هي 17% سابقا، ويمكن اخر شيء صارت 12.6، مو تمام؟ تمام. شنو الداعي ان اخلي له ضمن هذا القانون تنميه اقاليم، مبالغ مخصصه من تنميه اقاليم اللي هي خاصه للمحافظات الاخرى؟ وبالتالي من عام 2003 لحد هذه اللحظه لم تجرؤ الحكومات ان تعطي حصه اضافيه. نقطه اخرى ايضا بهذا القانون ولم يتحدث عنها، هذا القانون حقيقه اللي 35 مليار هي جميعها من نفط الجنوب، اي معنى نفط البصره. هل هنالك ماده او فقره تتحدث على انه هنالك فقره معينه من نفط الاقليم موجوده ضمن هذه النقطه؟ طيب اذا ما كنا نتحدث عن هذه القضيه، 9 مليار مناطق متضررة، 8 مليار بالإضافة لل 4.5 مليار بطاقة تموينية، تقريبا 3 مليار قضية تنمية الأقاليم، ما الذي تبقي حقيقة للمناطق التي سوف يكون الصرف من نفط الوسط والجنوب؟ ما الذي خصص؟ وهذه المناطق هي اللي كانت البناء الأساس بالتغيير الحالي، التغيير السياسي الحالي، وهي من طالبت أن يكون هنالك تصحيح بالوضع الاقتصادي المتردي لهذه المناطق. تمام دكتور، مسألتين أناقشها مع جنابك بهذا الخصوص فيما يخص أن هذا القانون يقر قبل أن أو يطرح ويناقش ومحاولة إقراره قبل أن تقر الموازنة، هذه إشكالية شافها البعض. وحسب اطلاعك على تفاصيل هذا القانون من ناحية القروض أوجه الصرف والإنفاق، ينطي للحكومة صلاحية كاملة لتوفير هذه الأموال والتعامل معها؟ هو القانون تم إلقاءه من قبل المحكمة الاتحادية فلا رجع فيه. الآن على المحكمة، على الجهاز التنفيذي أن يفكر يعني بمشروع آخر أو بقانون آخر بالإمكان سد الفراغ أو سد النقص الغذائي اللي موجود. الكل يعلم وأنا حتى إذا عدل هذا القانون ما أعتقد ولن يكون هناك خلي أسمي رد اعتبار، يستحيل، لأنه القانون يعني ملزم، وقانون مثل ما تفضل الأستاذ حيدر على الجميع الالتزام به. لكن المسألة المهمة يعني اليوم اللي يثيرها الوضع بشكل عام، من هي الجهة التي ستراقب، ومن هي الجهة التي ستنفذ، ومن الجهة التي ستطبق فيما لو يعني وافقت المحكمة الاتحادية على هذا القرار؟ الكل يعلم أنه كل الوزارات اللي احنا نسميها وزارات خدمية، سواء كانت وزارة التجارة أو وزارة التخطيط أو وزارة ماردة دخل، وزارة المالية، هي كلها وزارات معطلة، يعني وزارات بلا شيء. تشكل لجان للمتابعة. لذلك يعني اللي صدق اللي وضع اللبنة الأساسية لهذا القرار من الجهات السياسية، واللي رفع هذا القرار إلى المحكمة الاتحادية هم رجال السلطة ورجال الدولة، ويعني قضايا أخرى في كل هذا الأمر. يعني ما كان هناك تدخل أو ما كان هناك يعني مسألة رأي. إحنا بحاجة اليوم إلى يعني، ودائما أنا أكررها من خلال لقاءاتنا الاقتصادية، أنه البلد اليوم بحاجة أن يضع
الرأي والرأي الآخر بالنسبة لمن هم خارج السلطة، الخبراء، من الخبراء العراقيين. يعني احنا في مجلس الخبراء العراقي، انت ثرتي سؤال مهم جدا. يعني احنا كل يوم دراسة، يعني دراسة لمدة 3 سنوات، بما لو الحكومة العراقية نفذت هذا الأمر سيطبق مشروع الاكتفاء الذاتي، ولن نحتاج إلى أي يعني حتى لو كيل واحد من مما نحتاج اليوم. ومشكلته وهي مسألة، يعني مسألة الاكتفاء الذاتي وإحالة مشاريع زراعية. يعني أنا أعطيك اليوم مثال، أنا مع أخوان أكو عندي علاقة وصلة، مشروع السماوة اللي هي 2 مليون دونم من الأراضي الزراعية، حيلت إلى شركة متخصصة تمتلك من القدرة والإمكانيات ما لم تمتلكه شركات أخرى اليوم أحد يعتمد عليها باستيراد من الخارج. نفذت مشروع، حاليا تنفذ مشروع هو اسم المشروع مشروع الاكتفاء الذاتي، يعني بدءا من بيض المائدة وحقول الأبقار والدواجن وزراعة القمح والشعير وكل ما يحتاج البلد من مواد غذائية. لو الدولة في هذا، كم سنة صار نتحدث عن الاكتفاء الذاتي دكتور؟ لو الدولة في هذا الأمر، واليوم هاي الشركة بحاجة إلى قرض من الدولة بضمان هذا المشروع، وصار للرجل صار لسنة سنة وشهرين يعني مساومات يعني المعروفة. فأنا من خلال دراسات احنا نضعها في مجلس الخبراء العراقي، وأنا أتشرف أنه عضو وهو مستشار بي، أنه خلال 3 سنوات العراق قادر على أن يكتفي كليا فيما يتعلق بحاجته من الأمن الغذائي، لو ساهم في مسألة القروض الخاصة بالزراعة بشكلها الاستراتيجي والحقيقي وليس بشكلها المعروف واللي راح بها مديرها. هذه الحلول اللي تحدث عنها أستاذ حيدر قبل قليل، وحلول أخرى يمكن هذا الحل دعم حتى تضمن دعم الأمن الغذائي، دعم ما أقول الفلاح العراقي، أقول دعم من له القدرة على أن بلد بيه كل خيرات الله، كل شيء متوفر به. واضح جدا ان هذا القانون هو فقط يعني هو قانون بقرارات وإرادات سياسية. دكتور حيدر، التصريحات الأخيرة اللي اطلقها السيد الصدر تحول للشأن السياسي بما تبقى من الوقت، يعني عذرا، صعدت حدة الأزمة السياسية، خصوصا انه خطاب السيد الصدر يعني جاء مباشرة بعد قرار المحكمة الاتحادية، ما سبب امتعاض؟ ممكن الأمور إلى أين تذهب بعد كل هذه التطورات؟ أعتقد أنه الآن الوضع السياسي على مفترق طرق في هذه القضية، وخاصة بعد الخطاب السياسي الأخير والقوي جدا من قبل السيد مقتدى الصدر. قبل سابقا كان الأخوة في الإطار التنسيقي يتحدثون ويقولون أنه إذا ما أردنا أن نشكل حكومة، جزء مهم من هذه الحكومة هو التيار الصدري. الآن بما لا يحمل الشك أنه السيد مقتدى الصدر بهذا الخطاب الأخير أنه توجه إلى المعارضة، ولن حقيقة وأعطى حقيقة قرارات باتة في هذا الموضوع أنه لن يتحالف مع الإطار التنسيقي. إذن ماذا على الإطار التنسيقي؟ هل يستطيع أو لديه القدرة أن يذهب للتحالف مع بقية مكونات التحالف الثلاثي إذا ما أصر السيد مقتدى الصدر بالخروج أو الذهاب إلى المعارضة؟ وهل التحالف الثلاثي سوف أيضا حقيقة يذهب إلى قضية التفتت ويذهب إلى التحالف مع الإطار التنسيقي والمكونات الأخرى التي تشكل هذا التحالف؟ طيب، النقطة الأساس التي بسببها وصلنا إلى هذه المرحلة حقيقة والمرحلة الخطيرة جدا في العملية السياسية هو اختيار رئيس الجمهورية. هل هنالك توافقا سياسيا ما بين الحزب الاتحاد والديمقراطي على اختيار شخصية معينة؟ ما هي حقيقة البوابة التي تضفي إلى حل المسألة السياسية بشكل كامل إذ ما كان هنالك اتفاقا في هذا الموضوع؟ إذن أنا أعتقد أنه الخارطة الآن أصبحت خارطة ضبابية بشكل واضح باعتبار الصمت الذي نشاهده الآن من قبل الحزب الديمقراطي وتحالف سيادة بالرد أو التعليق على هذا الموضوع. هل هم سوف يحترمون إرادة السيد الصدر بأنه سوف يذهب إلى المعارضة وسوف يذهبون إلى حق التفاوض مع بقية مكونات العملية السياسية؟ من الأقرب يذهبون إلى التفاوض أم يذهبون إلى المعارضة مع السيد الصدر؟ أنا أعتقد أنه الأخوة الديمقراطي والسيادة غير مستعدين للذهاب إلى المعارضة الآن. بس البارحة التصريح فاضل ميراني أكد أنه السيد مسعود البرزاني يعني ثابت على قراره بقاء مع
السيد محمود. هذا اللي احنا تحدثت عنه قبل قليل، انه لا يوجد هنالك حديث واضح من قبل الاخوه بقيه الحلفاء انهم سوف ينخرطون بالعمليه السياسيه ويذهبون الى التوافق ويتركون هذا التحالف الحالي. انا اعتقد انه الحل الحالي هي في قضيه المبادره التي اطلقوها الاخوه المستقلين. شو تفسيرك لهذه المبادره؟ كان تطبيقها وش قد تملك يعني نسبه من الحلول؟ اذا ما ارادوا حقيقه، اذا ما كانت الاراده حقيقيه من قبل القوى السياسيه لحل المشكله السياسيه، انا اعتقد سوف تكون هنالك بعض التعديلات. هي ليست مبادره متكامله بالطرح في هذه القضيه، هنالك تعديلات. بس المستقلين حولوا نفسهم بهذه المبادره الى ليس طرف ثقيل يعني. ليس هم من حولهم الى هذا الطرف الثقيل. المبادرتين الاخيرتين من قبل الاطار والتيار هم من حولوا حقيقه المستقلين الى هذا الطرف الثالث، وهم من تحدثوا قال أصبح لدينا أخ ثالث. كان الإطار والتحالف الثلاثي، أصبح هنالك كتلة المستقلين اللي هي تكونت من 41 نائب الطرف الثالث أو الأخ الثالث في هذه القضية. هم أعطوهم هذه الأهمية. تتحول اليوم البوصلة إلى المستقلين تعتقد من قبل القوى السياسية؟ لا، هي القضية مو بهالشكل. صعوبة هذا، صعوبة الموضوع. لا، هي قضية مداراة. أنا أعتقد أنه سوف تكون حقيقة عملية المستقلين هي عملية مداراة للإطار وللتيار أو التحالف الثلاثي، باعتبار سوف يبقى الكل حقيقة متمسكا برأيه وبإرادته، ولن يكون هنالك كسر لطرف على آخر أو تنازل من طرف إلى آخر، وبالتالي من حقيقة يؤيد مبادرة المستقلين هو لن يتنازل للطرف الثاني. نحن نعلم أن القضية التي وصلنا بها إلى هذا القدر هو التمسك حقيقة وعدم التنازل لمصلحة البلد من قبل الأطراف السياسية الموجودة. إذن أنا أعتقد ما كان هنالك تصحيح أو تعديلا بسيطا لهذه المبادرة وهنالك إرادة حقيقية للالتقاء ولحل حلة هذه الأزمة، التوافق على هذه المبادرة والأخوة المستقلين وبناء الكتلة الكبيرة. هنا التقارب، المستقلين يتحدثون عن كتلة كبيرة يكونون هم أساسها، الإطار يتحدث أيضا عن كتلة كبيرة تضم المكون الشيعي في هذا الموضوع، التيار يتحدث عن أغلبية وطنية وكتلة كبيرة، وبالتالي هم أعطاهم الحل الوسط بهذه القضية، أن تكون كتلة كبيرة أساسها المستقلين يجتمع عليها الفرقاء الآخرين، وبالتالي تشكل حكومة وطنية بأغلبية وطنية موسعة، وبالتالي يكون هنالك الحل في هذه القضية. تمام. السؤال حضرتك دكتور على ربما يشاركنا أيضا بالإجابة أستاذ حيدر، ما ذكر سيد الصدر عن المحكمة الاتحادية بأنها أول قضاء تحديدا تحدث بأنها يقوم بمسايرة أطراف بأفعال مشينة. دكتور علاء، كيف يمكن تفسير ما طرحه السيد الصدر بهذا الخطاب؟ هل هو إساءة إلى القضاء؟ وأكفد موضوع اليوم بصراحة ثار انتباهي أنه حتى محكمة الكرخ اليوم أصدرت قرار باستخدام السيد هوشار زيباري على شكوى مقدمة من قبل ممثل قانوني على إساءته إلى القضاء. كيف يمكن تفسير ما جاء بخطاب السيد الصدر؟ أنا دائما أتحاشى الجانب السياسي في هذه المسألة، يعني أنا ما أقدر أعلق على هذا الأمر لأن يعني الأمور كثيرة، لكن أنا فقط الجانب الاقتصادي يعني في هذه المسألة. وأنا عندي لك سؤال اقتصادي. أفضل هذا الإجابة على مثل هكذا السؤال، والأستاذ حيدر يمكن تمام يمكن بس خلينا الجانب الاقتصادي. أوكي سيد حيدر، جاوبنا باختصار لأنه عندي سؤال أخير يعني اقتصادي. بل بطبيعة الحال يجب أن نرعى باعتبار بقي النقطة الأخيرة أو الصمام الأخير من المعادلة السياسية أو المعادلة الدولة العراقية، باعتبار أن الرئاسات هي ثلاثة زين أو أربع رئاسات مهمة، من ضمن هذه الرئاسات المهمة هو القانون والقضاء العراقي. أنا أعتقد أنه سماحة السيد مقتدى الصدر أكد مرارا وتكرارا بضرورة احترام القضاء العراقي، باعتبار الآن حال بعد هذا الفراغ السياسي الكبير الجهة الوحيدة التي ترعى حقيقة وتحاول أن تحافظ على أنه تبقى العملية السياسية والعملية الحكومية حقيقة تسير على نهج قوي وصحيح هو القضاء العراقي. إذن مطالبين نحن كمجموعة سياسية كهيئة سياسية أنه نحافظ أولا
على القضاء أن لا نطعن بالقضاء باعتبار إذا هذه الفقرة الأخيرة وهذا الصمام الأخير تم الطعن به وتم تشويهه وأصبحنا أنه نقول أنه القضاء والقانون أصبح فاسدين. إذن من الذي سوف يقوم العملية السياسية؟ من الذي سوف يحافظ حقيقة على الدولة العراقية بهذه القضية؟ وبالتالي سوف نكون بمهام بر في هذا الموضوع. بعشر ثواني لا أكثر دكتور علاء، أي القوانين الاقتصادية بحاجة إلى معالجات ملحة تعيق هذه السجالات السياسية والانسداد السياسي؟ هي شوفي كل القوانين وكل القرارات الاقتصادية اللي صدرت من قبل الأخوة في الجهاز التشريعي والتنفيذي هي قرارات لا تستند إلى يعني خبرة علمية أو خبرة ذات يعني ذات مغزى يتعلق بمسألة التنمية الاقتصادية وحاجة المواطن وكفاء المواطن من يعني من حاجات الأساسية اليومية. نحتاج إلى هيئة، هذه الهيئة تكون خارج عن شيء اسمه وزارة التجارة ووزارة التخطيط وهذه معالجات تشكل لجنة عليا من قبل رجال من الدولة ذو خبرة اقتصادية ومن خارج الدولة من قبل المنظمات غير الحكومية ومن قبل المجالس الاقتصادية اليوم والمجالس السياسية والدراسات، وتشكل لجنة عليا لدراسة يعني ما يتعلق بالأمن الغذائي ومسألة الاكتفاء الذاتي. عدا ذلك لن يكون هناك. دكتور علاء القيصر الخبير الاقتصادي، شكرا لحضورك معنا دكتور، شكرا جزيلا. لا القصير وليس القيصر. القصير حياك الله. أستاذ حيدر عرب الموسوي رئيس مركز القمة للدراسات، شكرا لك سيد حيدر. شكرا لك. شكرا لكم مشاهدينا المتابعة وإلى اللقاء.